مساء الخير. انا عندي كده يعني جمله او اسم فيلم بحبه قوي، يوم مر ويوم حلو. بحب الفيلم ده وبحب عنوانه لانه الدنيا كده كده وكده يعني، واللحظات الحلوه مش اكتر من اللحظات المر يعني، بس لا تعوض، بس جمالها لا يعوض. ومن هنا تاتي قيمتها يعني، الحاجات اللي هي قليله شويه عن قيمتها اعلى من الحاجات الاكتر. فطبعا الاوقات الحلوه قيمتها اعلى من الاوقات المره، بس الاوقات يعني بس عشان نعرف الحلو لازم نعرف المر عشان نعرف الفروق يعني. انا اسفه اني بتكلم في مواضيع كده مباشره. الاول همسي على زميلتي سالي. هاي سالي. مساء الفل يا سوسو، ومساء الفل على كل مشاهدين ثلاث ستات، ويا رب كده تكونوا مبسوطين ويكون الاسبوع اللي فات كان اسبوع لطيف. حلقتنا غريبه شويه بس حلوه، ان شاء الله تعجبكم يا رب. ان شاء الله هنبتدي كلام من الاوقات المره للاسف. الاسبوع ده غادرنا محمد الصغير، وأظن معظم الستات يعرفوا محمد الصغير. محمد الصغير كوافير، كوافير الراجل اللي بيعمل لنا شعرنا يعني، اللي هو على فكرة من غيره شكلنا يتغير كتير. واللي هو فكرة الجمال يعني، أحد أقطاب الجمال محمد الصغير، من الناس اللي بتحب الجمال، جمال الست، جمال الشعر. دي في ناس كتبوا على السوشيال ميديا كالعادة القيمة والأهمية وكده. للناس دول أنا بقول الجمال قيمة كبيرة قوي، وبقول الإخلاص في الشغل قيمة كبيرة، وبقول إن الناس تبقى بتبتدي من وهم صغيرين وبيختاروا البدايات من وهم صغيرين لقيمة كبيرة. حب اللي أنا بعمله لقيمة كبيرة. انه شخص عصامي، العصامي ده حد قيمته كبيره قوي اكتر من اللي مولود وبقه معلقه ذهب. دي كلها، كل الـ 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 القيم الكبيره دي كانت موجوده عند محمد الصغير، واتمنى انها تفضل موجوده عند ولاده، يعني قصدي ولاده، لانه كل من يعمل في مهنه تصفيف الشعر بيعتبر نفسه ابن لمحمد الصغير، حتى لو ما تعاملش معاه يعني. هو ومحمد صغير ده كان يعني امبارح في حافظ ده من الناس اللي بيعملوا شعر بس للدراما بس يعني، مش بيعمل شعر تاني. فحافظ كان بيقول لي انه محمد صغير هو عادل امام الكوافيرات، هو عادل امام بتاعنا، ربنا يدي الصحه وطوله العمر يا رب العادل امام. وكان بيحكي لي انه مره عمل شغل حافظ، شغل دراما مع السيدة ليلى علوي، فلقى تليفون جاي له بيقول له أنا محمد صغير، أنا بهنيك على شغلك. من هنا هو كبير، هو اسمه محمد صغير بس هو كبير، كبير قوي من التعامل مع زملائه اللي أصغر منه سنا يعني، وهو ما كانش مضطر يعمل تليفون زي ده. غير أنه كان راجل ودود وبشوش، وواحد كبر كده وعنده المؤسسة الكبيرة. هو محمد صغير يعتبر مؤسسة، مش بس يعني هو مش فرد، هو مؤسسة. واحد كبر كده أقرانه بيبطلوا يعملوا شعر، يقدر كان يقعد في البيت ما يعملش حاجة أبدا، لكن هو كان دايما بيلف على الأماكن بتاعته، وكل يوم عنده شغل طول اليوم. غير علاقته بالبشر، علاقته الجميلة بالبشر، من حسن حظنا انه الزميله سالي حماد عملت معاه لقاء لما كنا في مهرجان الجونه، وانا اللقاء ده عجبني جدا. كمان سالي كانت الحقيقه قد مسؤوليه اللقاء ده مع قامه كبيره زي محمد الصغير. سالي كلميني على اللقاء ده. يعني ميرسي جدا. انا طبعا في الاول يعني بعزي طبعا اسرته ومها وكل الناس، ونعزي نفسنا طبعا. الفكرة ان احنا فقدنا طبعا قامة وقيمة كبيرة، متهيألي ناس كتير عارفة قيمته، وعارفة هي مش فكرة ان هو مصفف شعر وخلاص، هو كان شرف وفخر لينا انه مصفف شعر عالمي مصري، كان اول مصفف شعر مصري او اول مصفف شعر اصلا ياخد اوسكار
لتصفيف الشعر أوسكار. ده طبعا دي حاجة كبيرة وعظيمة ومش عارفة ناس كتير كانت عارفة الموضوع ده ولا لأ. الفكرة كمان انه احنا زي ما قلت يا سلوى، الفكرة في الإخلاص، انه هو كان مخلص قوي لشغله، وحتى في الحوار هنشوف بعد شوية في آخر الانترو انه قال انا اديت لها عمري كله وهي كمان ادتني. مفيش حاجة اسمها حظ، مفيش حاجة اسمها الفهلوة، وانه الشباب دلوقتي عايزين كل حاجة بسرعة. انك اجتهد واتعب واعمل اللي عليك واخلص في شغلك واشتغل بضمير، هتلاقي شغلك بيديلك وهتلاقي ربنا كمان بيكرمك. يعني انا كنت متشرفة وفخورة جدا ان انا طبعا بعمل معاه الحوار، ومن حظنا يعني انه يعتبر تقريبا اخر لقاء للاستاذ الكبير محمد صغير كان على شاشه صدى البلد، وكان في التغطيه الحصريه اللي احنا عملناها في برنامج ثلاث ستات من الجونه. كان شرف لينا طبعا، وهنشوف الحوار بعد شويه، وعايزاكم تركزوا في الكلام اللي هو كان بيقوله، عشان انا معتبراها رساله بيقولها لكل الشباب وكل الاجيال الثانيه. يعني ربنا يرحمه يا رب يا رب يا رب، وهو اكيد في مكان احسن بكتير من اللي احنا فيه. يعني خلونا دلوقتي هنروح نشوف جزء من لقاء الاستاذ محمد صغير معانا في ثلاث ستات على شاشه صدى البلد، وخلينا نشوفه كده ونرجع تاني على طول. شرف لينا يا استاذ محمد حضرتك معانا في ثلاث ستات. انا سعيد جدا ان انا واقف اتكلم معاكم، يعني حضرتك بتحلينا كلنا وبتحلي كل النجمات. يعني ما شاء الله، شوف الجمال اهو، ربنا يخليك. جمال الطبيعي من اصله يعني. ميرسي. احنا عارفين حضرتك طبعا المشوار طويل جدا والرحله بدات من زمان جدا، عايزينك بس تحكي لنا عن مشوارك، وانا عارفه حضرتك انسان عصامي وبدات كل حاجه بنفسك من زمان، ادلنا بس فكره عن مشوارك. لا بصي، انا طبعا اتكلمت عن مشوار كتير لدرجه ان انا عملت كتاب. احنا حافظينه. عملت كتاب مسميه ايام من عمري، لان اللي انا كاتبه جزء من اللي اتعمل، يعني في اتعمل اكتر من كده. بس انا يعني دايما عندي ايمان او يقين ان انا عايز اتكلم مع الناس او مع الشباب بصفه خاصه، ان مفيش حد بينجح صدفه. دايما النجاح محتاج مجهود ومحتاج شقاء، ومفيش حد بيتعب وبيشقى بإيمان وبقوة إلا ربنا هيوفقه. مفيش حاجة اسمها حظ. بعد يقولك ده عنده حظ وأنا ما عنديش حظ، لا ده كلام مش مظبوط، دي شماعة للأسف فاشلة. الإنسان اللي بيبذل مجهود ويبقى عنده إيمان بالشيء اللي بيعمله وبيحبه من قلبه، ربنا هيكرمه هيوفقه هيوفقه. فهي دي الرسالة اللي أنا أقدر أقولها للناس. محمد الصغير ده ابتدى عنده 10 سنين، دخل مهنة الكوافير بإخلاص 14 سنة وهو عنده 14 سنة، وأنا حبيتها وهي حبتني، لأن أنا اديت لها عمري وحياتي وحبي كله، فهي حبتني وادتني اللي أنا يعني أكثر ما كنت بحلم بيه. فأنا بقول للشباب اللي بيشتغلوا في مهنتي أو في أي مهنة أو في أي حاجة، حب اللي بتعمله عشان يحبك، اديله يديلك، ومفيش حد بينجح غير ما يعمل يقع مرة واثنين وثلاثة، لكن لازم يقوم ويستمر. الناس اللي اخترعت الاختراعات، اللي اخترع العربية واخترع الطيارة، اللي اخترع النور، اللي اخترعوا الناس دي، عملوا وقعوا مرة واثنين وثلاثة وفشلوا في الاختراع مرة واثنين وثلاثة، لغاية ما صمموا ان ينجحوا وصمموا ونجحوا. بالظبط. عشان كده حد بيجي في مرحلة يقول ايه لا انا فشلت يروح قاعد. لا، هو الفشل ان هو يوقف محاولة. يعني هو ده اللي انا بقوله للشباب، بقول للشباب اللي بيشتغلوا معايا، وبقول للناس اللي انا اقدر اتكلم معاهم على طول، ابذل مجهود وحب اللي بتعمله عشان ربنا يحبك. طيب بالنسبة، طيب احنا فخورين بحضرتك ان طبعا حضرتك كمان وصلت للعالمية واخدت جايزة قريب، جايزة الاوسكار فيوينج اووردز. الحمد لله. مبروك طبعا، مبارك لك عليها، متأخر شوية. لا لا بس جميلة. دي حاجة من الحاجات، يعني انا اول واحد في العالم خد جايزة اوسكار للكوافير انا، ودي حاجة أنا بعتز بيها، وجايزة من أمريكا وخدتها في لوس أنجلوس. ده المجهود اللي أنا عملته والإصرار الاستمرارية. يعني هم قالوا كده وهم بيقدموني، قالوا يعني إن أنا عديت الستين وباخد جايزة للاستمرارية لأني بشتغل لغاية دلوقتي. فدي حاجة الحمد لله، يعني من يعني زي ما الواحد بيقول لكل مجتهد نصيب. رجعنا تاني وهنبتدي بقى معاكم نتكلم في موضوع حلقتنا النهارده. يعني احنا بنتكلم عن الهوايات المفيده، وانه ازاي الطفل او الابن مثلا نكتشف هوايته من وهو صغير ونبتدي نشتغل عليها.
يعني انا بحس انه في امهات كتير دلوقتي بقوا عندهم الذكاء الفطري ان هي تلاحظ ان ابنها مثلا عنده حاجه معينه. يعني بقيت اشوفها كتير انه ام مثلا واخده ابنها درس المزيكا، بتعلمه مثلا ايا كان الهوايات حتى غير الحاجات اللي احنا متعودين عليها اللي هي الرياضه والمذاكره وكده. بقت الناس مستوعبه ان انا ابني مثلا عايز يشتغل في السبيشال افكتس، عايز يبقى ستايلست، عايز يبقى مثلا ميك اب ارتست، يعني بقى في حاجات تانية، هوايات تانية. مش عارفه بتلاحظيها ولا لا يا سوس؟ ملاحظاها، بس هو الحقيقه انه السائد كره القدم. يعني هي عشان الولاد بيحبوها. مش بس كده، يعني كان الاول لما حد ولاده عايزين يلعبوا كره قدم يقول له ما تضيعش وقتك وروح اهتم بدراستك. هي ميزه طبعا انه في رياضه شعبيه، هي اكتر رياضه شعبيه في العالم وعليها اجماع. ميزه طبعا ان الناس تدرك قيمتها وانه تبقى حلم وكل حاجه. لكن انا لقيت مبالغه الفتره الاخيره في انه الولاد يلعبوا كره القدم علشان هيبقوا يحترفوا. يعني يا جماعه، يعني برضو هي عايزه، مش كل حد بيحترف طبعا. بالظبط، يعني لقى بقى حلم للولاد وللاباء والامهات. دي غريبه جدا. طيب هنقعد يعني بلاش نغذي حلم للدرجه دي علشان مش كل الولاد محمد صلاح، يعني او يعني عشان لو ما حصلش ما يحبطش، عشان لو ما حصلش انه وصل للاحتراف او انه وصل لمكانه معينه يبقى راح قضى وقت لطيف، راح لعب رياضه، راح، لانه الرياضه مش المطلوب منها البطولات، مش المطلوب منها اني لازم ابقى نمره واحد. ميزه الرياضه انه اي حد ممكن يلعب رياضه واي سن واي وقت، ممكن تلعب رياضه في بيتك وممكن تروحي في النادي. هي بتطلع طاقه دفينه وبتخلي مودك احلى كمان بعد ما بتخلصي التمرين حتى لو 10 دقائق. بحس ان هي بتطلع كل الطاقات السلبيه اللي بتبقى موجوده مع ضغط اليوم، غير ان هي طبعا بتخلي صحه الانسان كويسه. وكلنا عرفنا دلوقتي وقت الكورونا فوائد الرياضه، فوائد ان هو ازاي يبقى عندنا مناعه، وفوائد الاكل الصحي. فالرياضه طبعا انا ما بلعبش رياضه كتير، يعني انا مقصره في الحته دي، بس الرياضه من اهم الحاجات، من اهم الحاجات. انا بس فيها، هي مش الرياضه اللي فيها. عارفه كنت بلعب ايه وانا صغيره؟ ايه؟ كاراتيه. وصلت للحزام باين البني او حاجه كده. ايوه. كنت بعيط عشان مش عايزه اروح التمرين، مش عارفه ليه. بالذات البنات يودوهم جودو وكاراتيه. تقريبا عشان كانوا عايزيننا ندافع عن نفسنا. أيوة. بس كنت بعيط مش عايزه اروح التمرين وبتاع، وكانت مأساة. بس مش عايزين نقع في غلطه معينه اني اخلق من ابني او بنتي شخصيه تنافسيه، لانه التنافس مرات بيودي الحته مش كويسه. يعني مرات المقارنه طول الوقت بيني وبين الاخر، ان انا طول الوقت باصص على التاني. خلينا نلعب رياضه ونجتهد، ومش بس في الرياضه. يعني التنافس الشرس ده في اي حاجه غير محبب ومش كويس انه شخصيه تبقى طول الوقت تنافسيه. يعني التنافس، ودايما كانوا زمان يقولوا التنافس الشريف. انا الحقيقه ماليش في التنافس خالص. يعني التنافس الصحي، لا انا مع التنافس الصحي. أنا جدا، انا مع التنافس مع الذات مش مع الاخر. يعني ابقى انا احسن من نفسي اللي فاتت، ابقى انا في التدريب الرياضه احسن من انا في التدريب اللي فات، مش احسن من فلان يعني او من فلانه. يعني فاهمه قصدك، معاكي حق. بس انا في حته فيها لا، التنافس مثلا ممكن حد تاني يخليني ابقى عايزه اشتغل على نفسي احسن، مش ان انا بصاله ده انا عايزه ابقى احسن منه. لا، ايه ده، ما شاء الله ده عنده موهبه حلوه، طب ما انا يحفزني ويشجعني ان انا اشتغل واتعب اكتر عشان عايزه اوصل للمستوى ده. يعني انا بشوف ان ده الاعجاب بالاخر وتمني اني اقدر اوصل لمكانه شبه، وده اساس الكوره تقريبا. التنافس اللي اتغلب عليه. لا، وانا يعني احيانا الامهات بتقع في الغلطه دي، انه اشمعنى فلانه؟ ليه ما جبتش النمره الكذا؟ اللي جاب النمره دي احسن منك في ايه؟ دي حاجات بتخلق شخص مش مظبوط، مش بيبص على نفسه. يعني لازم الواحد يبص على نفسه عشان يبقى احسن من نفسه، مش احسن من الاخر. لانه احنا كلنا عندنا نفس التورتاي، هذا الاخر اللي احسن في كذا، انا اكيد عندي ميزه. هم 24 ايراد بالظبط. كلنا عندنا ال 24 ايراد دول.
لا انا لو انا ضد التنافس على فكره. لا انا مع التنافس الصحي الا مع الزيت، وبحس ان التنافس بيشجع كده انه يكون في حاله من الشغل كده وحاله من التنافس الصحي طبعا قصدي. وبرجع تاني لحته الامهات انه مبسوطه ان حاسه ان في وعي كتير دلوقتي من بين الامهات انه تعلم ابنها هوايات مختلفه وحاجات يطلع فيها طاقته جنب الدراسه وجنب المذاكره والحاجات اللي احنا عارفينها. استنونا بقى بعد الفاصل عشان معانا فقرات حلوه جدا النهارده. فاصل ورجعين. بنفرح جدا لما نلاقي بطل منور كده في العالم كله وبيبقى مصري، بنحس بفخر وبنحس بشرف وبنحس انه ايوه مصر دي ولاده، وبجد الكلمه دي فعلا حقيقيه. وبما اننا النهارده بنتكلم عن الرياضه وطبعا الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم، مشرفنا ومنورنا جدا جدا كابتن باسل الغرباوي وهو المدير الفني السابق لمنتخب مصر للجودو وبطل عالمي، جاب لنا اكتر من 16 ميداليه ذهبيه قاريه، وكان اصغر لاعب في العالم بيحقق ذهبيه بطوله قاريه وهو في سن ال 15، وهنعرف منه تفاصيل كتير جدا النهارده. نورنا يا كابتن. نورك ونورك يا سالي ونورك. مساء الخير كابتن باسل. الله يخليك. دلوقتي انت اول ما دخلت قلت انا سمعت الكلام اللي انتوا كنتوا بتقولوه. أيوة. عن المنافسه. ايوه. وانا عايزه ادخل في الموضوع على طول لانه انت عندك راي مخالف لرايي. أيوة. وانا بحب قوي اللي رايهم مخالف لرايي. وعشان كل واحد لما يتكلم عن رايه ده بينورنا يعني بيخلي. أيوة. بيحصل انه الناس بتعرف حاجات اكتر. فرايك بقى اللي مخالف لرايي ان انا فكره التنافس انا رفضها تماما. اتفضل قول. بص حضرتك طبعا ما بتحبيش التنافس عشان انت عايزه يعني تشتغلي في جو بيئه ما فيهاش مشاكل وما فيهاش ضغوطات، بحيث ان انت تقدري تبدعي براحتك، وده حاجه طبعا حلوه جدا. لكن أنا وجهة نظري مختلفة تماماً، إن التنافس هو الدافع اللي بيخليك بدل ما بتعمل 80% من مستواك بتخليك تعمل 120 و150% من مستواك، بيطلع طاقات لا محدودة، لأن التنافس دافع قوي جداً إن هو يستفزك إن يطلع كل حاجة أنت عندك. ما أنا قلت أنا موافقة على التنافس بس مع الزيت، مع نفسي يعني انا اتنافس مع نفسي عشان ابقى احسن من التدريب اللي فات او من السنه وده اللي فاتت. وده جميل، لكن حضرتك عمرك ما هتشوفي نقط ضعفك. البني ادم دايما شايف نفسه احسن حاجه. الناس اللي من بره ممكن تكون شايفه حاجات انا مش شايفها، وفي نفس الوقت لما حد هيفوز عليا او حد هيكسبني فانا عليا ان انا ادرس انا ليه خسرت. طب ونقط ضعفي فين. طب ما هو ده ما اسموش تنافس. يعني اولا حضرتك وظيفه الكوتش هو اللي يقول ايه نقط الضعف، وكمان لما انا اتفرج على زميلي واكتشف انه احسن مني في النقطه دي فهعرف نقط ضعفي. ده تامل لتجربه الاخر او للاخر، مش تنافس معاه. هو تنافس شريف. قبل ما انام قاعد اقول انا بكره هبقى أحسن من فلان، أو أنا إزاي فلان يبقى أحسن مني. صح. ده أنا أقصد كده. صح. بس إحنا خلي بالك في خط رفيع قوي ما بين الغيرة والتنافس. أنت قلتي على الأمهات إن هي إزاي ابني ما خدش درجات، إزاي المدرب الفلاني، دي غيرة وديت حاجة في البني آدم جيناتيك، ديت حاجة ملهاش دعوة بالتنافس. الرياضة بتعلم يعني ايه تنافس. احنا لما بنيجي بنعلم اولادنا او بنيجي نعلم الابطال بتوعنا بنعرفهم يعني ايه ان انا اتنافس، ازاي انا اشكر المنافس بتاعي ان هو كسبني. انا ممكن اشكره لانك انت دلوقتي انا من غيرك انا ما كنتش اعرف ان انا ضعيف في الحتة الفلانية، انا من غيرك ما كنتش هبقى عارف ان انا لازم اشتغل اكتر، انا ممكن اكون شايف ان انا الشغل اللي انا بعمله ده خلاص ده كافي ان انا اخد اول وخلاص ومخليني في حته هنا. من غير المنافس ده
ما خلينيش ان انا ادفع نفسي اكتر واعمل الكلام ده. عشان كده يقول لك خلي عندك روح رياضية يعني. يعني لما حد يخسر حد يطبطب على كتفه ويسلم عليه واللي هو شكرا وجود جيم وحاجات كده، عشان دي الروح الرياضيه ودي التحضر بتاع الرياضه عامه. بصي، هي بالانس احنا لازم نقعد دايما نلعب عليه. يعني احنا دايما في بيبقى اولاد بيبقى مش فارق معاه ان هو بيخسر، وده مشكله طبعا. وفي ولد هو بالفطرة كل البطولات اللي دخلها أخد أول، ده عندي مشكلة، لأن ده لو خسر بيبطل. الاثنين إكستريم. مظبوط. وده ما بقاش عنده الكير إن هو يكسب، مش فارق معايا أصلا. فالاثنين عندي مشكلة. فببقى ده بضطر إن أنا أديله منافسات ممكن إن هو يخسر فيها، وازاي ان انا بستقبله اول ما بيخسر، وازاي ان انا بتعامل معاه. وده نفس الكلام، ازاي انزله مستوى واحسسه بالمكسب بتاعه، ولما بيكسب بيشوف الفرحه وبيشوف ميداليه وبيشوف. فالموضوع لازم يبقى بالانس، بيبقى بالانس بشكل برضو كبير. انت قبل التسجيل قلت احنا بنعلم الولاد الخساره، ده حقيقي، وانا مبسوطه قوي من الجمله دي. فانا برضو عايزاك تشرح لنا. هقول لحضرتك احنا يعني ايه بنعلمهم ازاي يخسروا. يعني احنا اوريدي بنعلم الولد انت لازم تبقى رقم واحد، وانت لازم تبقى الذهب دي هي اللي قدام عينيك، وكل الكلام ده كله. وفي ولاد بمجرد خلاص ما دي اتربت عندهم، احنا كده اوكي عملنا ستيب 1. ستيب 2 ان انت لما طب انت عملت كل الكلام ده كله، وهو بقى كل الوقت بيحلم بالذهب بس، وجا خسر من اول ماتش، مش هقول لك بقى خسر فاينل، لا خسر، فطبعا طموحاته هيحبط جدا طبعا. يعني انا واحد كان كل املي ان انا اخد ذهب بس، وانا خسرت، ده انا يعني اكاد اكون الاخير. طيب انت ازاي تتعامل مع الموقف ده، وازاي تفهم انك انت خلي بالك انت ممكن تبقى الاخير البطوله دي، والبطوله اللي بعديها تطلع اول برضه. انت عملت كده مش عشان انت وحش، انت عملت كده عشان انت اخطأت، انت عملت كده عشان انت ضعيف في الجزء ده ومش ضعيف في الجزء ده. هو لازم يعرف الكلام ده، لازم يفهم ان هو مش معنى ان انا خسرت يعني معناه ان اللعبه دي ما بتناسبنيش، مش معناها ان انا في الفروق رهيبه وعمري ما هعرف اجيبها، او مش معناها ان انا فاشل، مش معناها خالص. لان احنا فلان خسر البطوله اللي فاتت والبطوله اللي قبليها، والبطولة ديت هو كسر الأرقام وأخد أول وأخد وكسب الناس كلها. فأنت شفت ده بقى عامل إزاي هنا، شفت ده لما اتمرن هنا بقى عامل إزاي. الكلام ده كله إحنا بندربه، وإزاي إن إحنا بنلعب في المنتل أو النفسي بتاع اللاعب نفسه. كلام حضرتك كلام حضرتك أخدني الحتة مرتبطة بالحتة دي. أوكي. إنه طب ده اللي أنت ككوتش بتعمله، الأهل بيعملوا إيه؟ يعني الأهل بقى اللي هم الاب والام وكده، هل بيشجعوا ابنهم؟ هل فاهمين الحته النفسيه والمعنويه؟ احنا بندرب الاهل اصلا. طب احكي لي بقى ازاي بندرب طبعا الأهل. حاجه لطيفه جدا. نفس القصه، احنا نفس الموضوع بالظبط مع الاهل. اب مش عايز ابنه يخسر، ومش قادر يتقبل ان، او ام طبعا مش قادره تتقبل ان ابنها بيخسر. انا ليه انا بدفع وبيجي كل التمارين وبيخسر؟ فانت لازم تفهمي انه هو ستيبس، ولازم تقدري تتعاملي مع ابنك مش على انه فاشل وخسر. انت لازم تتعرفي كويس انه هو لسه يعني الكلام ده كله احنا بنتكلم مع الاهل نفسهم. اب تاني بيعنف ابنه بشكل، بيزقه بيزعق له اول ما بيخرج، الكلام ده كله احنا بنمنعه وبنحتوي الموقف تماما، وبنطلب منه لا الولد مش هيلعب بطوله، لازم هتقعد فوق في المدرج. وبنتعامل معاه وبنبقى مراقبين الاولياء الامور نفسهم وهما بيتعاملوا مع الولاد. وفي العكس بقى خالص، في اللي بيسيب ابنه في البطوله وما بيجيش اصلا، لا حضرتك لازم تيجي، لازم تشجعه برضه، لازم يعني تيجي يعني. ولازم تشوف في التمرين، ولازم تشوف هو بيتعب قد ايه، ومش معنى ان هو خسر معناه ان هو برضه كذا، ومش معنى ان هو خلاص بقى بيكسب على طول فالبطوله ضعيفه وهو بقى بيكسب على طول، لا عشان هو كويس. فحتى الجزء ده احنا الاولياء الامور نفسهم بيتدربوا، وبنجيب لهم دكاتره بيجوا يقعدوا معاهم والله بس مش كتير، في كل الانديه يعني. لا طبعا بس يعني في انديه معينه
اه طبعا. وبيبقى مثلا مرتين في السنه مثلا، يعني مش حاجه دوريه، لكن عشان هما نفسهم اولياء الامور بيجونا. طب انا دلوقتي ابني البطوله دي اخد اول وضرب الناس كلها، اتعامل معاه على ان ده الطبيعي وان انت المفروض تبقى كده، ولا احتفل بشكل رهيب فالولد يحس ان هو عمل حاجه رهيبه فيبتدي يهدى بعد كده وما يتدربش؟ يعني يا ده انت ماشيين على السلك. فاحنا انا عندي سؤال، في فرق بين اللعبه الفرديه واللعبه الجماعيه في فكره التنافس والتعامل اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ كتير كتير. ايه بقى احكي. بصي، هو الفردي والجماعي في تيم وورك. طيب التيم وورك ازاي؟ التيم وورك ان طبعا الجماعي لازم يبقى فريق، يبقى دايما متعاون، فريق كله لازم يبقى مستواه كويس عشان يكسب. لو انا فيرويد ولا دفاع ولا خط وسط ولا ايا كان في اي رياضه، انا يومي حلو جدا وفايق وتمام والفرقه كلها واقعه، هنخسر. ولو العكس نفس الكلام. فلازم في الالعاب الجماعيه لازم كله يبقى مع بعضه، ولازم تيم وكده. لكن هما بيتنافسوا في المراكز. انا عندي واحد احتياطي بره عايز ياخد مكاني في الاساسي، وانا عندي واحد هيجيبوه من نادي تاني عشان يجي ياخد مكاني. فهو برضو تنافس رهيب جوه. طيب نخش على الفردي. الفردي ناس فاكره ان هو ملوش دعوه بتيم ورك، انا لاعب بكسب بكسب بخسر بخسر. ايوه. لا، انت إيه؟ من غير التيم ورك بتاع الفريق اللي بيساعدوك وبيدربوك وبيسندوك لما بتكسب وبيسندوك لما بتخسر، انت برضو مش هتقدر تستمر. انا ممكن الفريق ما بيبقى بيكرهك، فانت ما تقدرش تيجي، انت مش عايز تيجي التمرين اصلا، تبقى مش عايز تتدرب. لما بيجي عندك بطوله وانت اللي تصعدت مثلا لبطوله الجمهوريه، الفرقه دي مش هتجيلك تترميلك وتساعدك وتشجعك وتقول لك شد حيلك والكلام ده كله. يعني انا كنت لما كنت ماسك المنتخب وكان عندي ثلاثه مؤهلين للاولمبياد، وكانت فتره امتحانات وكانت فتره كذا، والفرقه كلها كانت 60 واحد بييجوا يساعدوا الثلاثه دول وبيدعوا لهم ان هم يكسبوا، رغم ان في حوالي 12 واحد كان نفسهم يبقى في مكانهم. اها. ومع ذلك لما بيجي نقول مين هيساعده بيجروا اول ناس. هنا بقى منتهى انكار الذات. دي كلها في الاخر بتعتمد على المدير الفني والمدرب. بالظبط، اللي هو اهم حاجه في الفريق. يا اما يطلع الولاد كلها بتكره بعض وبيطلع ان هو متنافس ولما يخسر يعمل ويا اما بيطلعه لما بيخسر الولد بيبقى عارف، ولما بيكسب برضه ما بي، لان في برضه اللي بيكسب بيتنمر على اللي بيخسر عليه، بيحس بالمتغر شويه. وفي اللي بيكسب وبيبقى محترم. طب عندي سؤال يا كابتن باسل، بما اننا في العصر التكنولوجي الجميل اللي احنا فيه، كل الشباب وكل الجيل الصغير والكبير وكله بقينا كلنا قاعدين على الموبايلات والجيمز والحاجات دي، ازاي بتسيطر على الشباب في حته الموبايل انه يسيب تليفونه ويركز في التمرين وما يتشغلش بالحاجات اللي هي اللي احنا بقينا فيها دي؟ بصي، احنا طبعا خلينا نكون مقتنعين ان في فرق سرعات رهيب. يعني احنا في فرق سرعات عن جدودنا بشكل غير عادي. طبعا طبيعي. والاجيال اللي تحت في فرق سرعات غير عادي بالنسبه لنا، ده طبيعي. طبعا. يعني ده حاجه طبيعيه. الشباب في الوقت ده لازم ما يبقاش عنده وقت فراغ خالص. يشغله على قد ما دي وجهه نظري. يعني هو يا اما بيدرس، يا اما بيلعب رياضه، يا اما بيعمل اي حاجه فيها موهبه عنده، لكن هتسيب له لحظه. يعني انا طبعا مختلفه شويه. لا، انا معجبه. انا بشوف انه برضو لازم يبقى في وقت فاضي للتامل لنفسه، ليتامل عمل ايه النهارده، غلط في ايه، غلط، قال كلمه بايخه لحد. انا بحب قوي الوقت الفاضي. كويس. بس مش كتير، يعني خير الامور الوسط. طب لو هو صغير وهو معاه موبايله اللي هو بيفتح على كل حاجه في العالم، تفتكري هيقعد نص ساعه؟ لا، قصدي وقت فاضي من غير الموبايل. من غير احنا كده شفت اتفقنا ازاي. من كان عندنا المفروض
كلام اكتر ولازم توعدنا بزياره تانية تمام اذا سمحت تمام بس داهمنا الوقت اوكي اوكي انا بشكرك انت شرفتنا جدا 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 بجد الله يخليك ويعني كان نفسنا نعرف اكتر كمان واحنا قعدنا برضو رغينا شويه قبل الحلقه تمام ميرسي لوجودك معانا وشرفتنا جدا في ثلاث ستات بجد وانا اكتر جدا جدا ميرسي احنا استفدنا شرفت بيكم بجد استفدنا جدا من كلامك في كواليس التدريبات اوكي وانا اتشرفت بيكم جدا جدا شكرا سيداتي انساتي سادتي نروح لفاصل ونرجع لكم على طول يعني الموضة والأزياء واللبس والفاشن حاجة كل ست بالنسبة لها بتحبها جدا ومن أهم الحاجات اللي احنا يعني عشق كده عندنا فالفقرة دي أنا بحبها جدا دايما معانا مشرفنا ومنورنا النهاردة خالد النقيب وهو مصمم الأزياء ازيك يا خالد الحمد لله تمام منورنا في ثلاث ستات ده نوركم وانا سعيد ان انا معاكم جدا والله حاجه منور تشرفني انا بحب قوي يعني نستضيف راجل يتكلم عن الموضه تمام ايوه بيقول لك دايما الرجاله بيعرفوا اكتر من الستات ولا لا في حته الازياء يعني بيفهموا الست اكتر صح ممكن يكون ليهم نظره اشطر طباخ راجل واشطر كوافير راجل واشطر ديزاينر يعني غريبه مع ان الحاجات تخصنا احنا هم بيفهموا الست كويس ايوه هم لما بيختاروا مجال زي كده بيختاروه بحب قوي فبيبقى ليهم يمكن نظره مختلفه طب تحكي لنا كده بدات ازاي جت الحب الموضوع بدا منين تمام لا هو يعني هو بادئ من زمان قوي من وانا صغير مثلا 12 سنه او حاجه كده تمام بس كفعليا انا بدات دراسه الديكور الاول في المعهد العالي للفنون المسرحيه ده فادني كتير انت زميلي ده ليا الشرف طبعا فبدات دراسه الديكور الاول كالوان الزخارف بتاعه الديكور عامه ديكور مسرحي ده فادني كتير قوي في الفاشن عامه كان في دراسه للازياء في المعهد ولكن بشكل مبسط شويه انا بعد ما خلصت المعهد بدات ان انا عملت دبلومه لمده سنتين كتنفيذ وتصميم وده طبعا وتنفيذ ازياء بالظبط بالظبط كوستيومز ولا لا لا ازياء بشكل عام ازياء كوستيومز يعني تعريف كوستيومز هو اللبس اللي بيستخدمه الممثل على المسرح او يعني اثناء التمثيل بالظبط ده حقيقي ده كان اكتر الكوستيوم ده كان اكتر ايام الدراسه لان لكن بعد كده الازياء بالظبط بعد كده الازياء بشكل عام يعني فبدات اعمل دبلومه لمده سنتين وبعديها بقى بدات ايه ان انا انطلق في المشوار ده يعني وحته السواريه او الفساتين الافراح بحسك برضو مركز فيها شويه اكتر انا حابب السواريه اكتر حابب الاوتكتور الشغل اللي بيبقى فيه شويه بيبان اكتر وبيبقى اصعب بيبقى عايز تركيز بيبقى عايز وقت كمان في التنفيذ بس في الاخر الواحد بيلاقي الحصيله بتاعت التعب ده تفتكر مين اكتر عروسه تعبتك مثلا او تعرف تفاصيلنا بيبقى قبل الفرح بتبقى فيه توتر وقلق او حتى لو فستان سواريه عادي وشغل الستات صعب اكيد بالظبط فاحكي لي كده مين اكتر حد او موقف كده يعني الموقف مش قاصدين اسم حد لا موقف اكيد لا هي يعني هو اكتر حاجه بتتعبنا لما بيكون العروسه متوتره شويه او متردده فيعني احنا على قد ما بنقدر بنحاول نطمنها بنحاول ان بيبقى في يبقى عندها ثقه اكتر فدي شويه بيبقى الموضوع متعب بتبقى عايزه تغير حاجات هي بتبقى حاجات كويسه جدا او لايقه عليها قوي بس هم بيبقوا عايزين يطلعوا باحلى صوره يعني فهذه الفكره ان هم بيبقوا عايزين يطلعوا بصوره حلوه قوي فبيبقى بيترددوا شويه دي اكتر حاجه ممكن تتعبنا يعني التردد فهو احسن حاجه ان احنا خلاص يعني نعمل بلان ونعمل اللي يناسب العروسه يعني او اللي يناسب الشخصيه نفسها كجسم كلون بشره طب قول لنا ايه اللي يناسب العروسه باشكالها اشكال الاجسام معروفه يعني بالظبط ايه بقى الفكره ان اتكلمنا عن شكل الجسم واللي يناسبه تمام الفكره ان ما تكونش واحده عاجبها موديل فهي تبقى عايزه الموديل ده وخلاص لا احنا ممكن نعمل بشكل او باخر الموديل بس بما يتناسب مع شكل جسمها مثلا يعني ما تبقاش واحده جسمها قليل قوي
تمام، ومثلا البافي سليفز مثلا طالعه موضه قوي اليومين دول، اللي هي ايه بالعربي؟ اللي هو الكتف، الكتف المنفوش قوي، وهو كل ما ده اصلا بيبقى اكتر، يعني كل ما الموضه بتتقدم سنه عن الثانيه النفشه بتكبر اصلا. تمام. يعني في الوقت، في الكام سنه في الوقت ده في الكام سنه دول بالذات، لما تبقى رفيعه قوي بلاش النفشه كبير. مش فكره رفيعه، اما تبقى جسمها كله قليل منيان زي ما بيتقال. بالظبط، فما يبقاش النفشه دي مغطيه على على شكلها بشكل عام يعني. فاهماني؟ مثلا لو واحده مليانه مثلا ما ينفعش تلبس اللي هو الضيق قوي او الميرميد مثلا. يعني نحاول ان احنا نعمل حاجه تتناسب مع الجسم اكتر. الجسم الكيرفي اللي مليانه شويه، المليانه شويه ده يعني ممكن تلبس. اكيد المنفوش برضو ما يناسبهاش. لا، هو ممكن على حسب الطبيعه بتاعت الـ 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 الجسم نفسه. يعني المليانه شويه لو لبست بول جون مثلا حاجه منفوشه قوي، فده بيبقى كويس بالنسبه لها فعلا. بالظبط. لو هي مليانه قوي من المنطقه اللي تحت، فهيبقى منفوش، فمش باين، مش باين خالص. نفس الفكره في الكتف مثلا، لو واحده الكتف عندها عريض قوي، ف يعني عريض بمعنى نسبه وتناسب مع الجسم. يعني عريض مثلا الكتف من فوق ومن عند الهيد مثلا، او من تحت المنطقه ضيقه او صغيره، فاحنا مش هينفع ان احنا نبرز الكتف مثلا، مش هينفع نلبس اوف شولدرز مثلا. تمام. ده هيبين الكتف اعرض، هيبين الكتف اعرض كتير. فهي النسبه والتناسب مع الطول، مع الشيب نفسه بتاع الجسم. ممكن احنا ممكن نتكلم على الازياء دي مع صور. مع الصور. طبعا. طبعا. فاحنا دلوقتي هنبص على الصور بتاعتك. تمام. وانت خلاص تمام. اوكي. هو برضو في كام لون كده برضو يا خالد، يعني واحنا خلاص بنخلص الشتاء طالعين موضه صح؟ في حاسه البيربل طالع قوي موضه. البيربل طالع موضه. الصور الصور. تمام. بس دي مش صورك؟ لا، دي مش صوري. دي صور الموضه. دي صور الالوان. الالوان عامه. السؤال فيه بالظبط، هي الالوان الترابيه طالعه موضه قوي. اوكي. اللي هو مثلا البيج، الهافان، الحاجات دي طالعه موضه قوي في فصل الشتاء. الميليتري جرين برضو، اللي هو جاي على زيتي شويه. بالظبط، طالع موضه بشكل قوي يعني. حلو فعلا. بالظبط، مع 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 الجلد كمان، الجلد مسيطر السنه دي. ده ولسه الاوفر سايز او اللي هو الواسع مكمل. الاوفر سايز مكمل معانا جدا. الميتاليك والجولد مكملين معانا او طالعين. بس طالعين موضه. يتخنوا شويه؟ انا بخاف من الميتاليك والجولد. ممكن هو ممكن يتخن شويه بس بطريقه او باخرى. دي الاكتاف اللي انت بتقولها. ده البافي سليفز، الاكتاف العريضه يعني بدات مسيطره ومكمله، يعني مكمله معانا بتزداد يعني. مش دي كانت موضه زمان؟ كانت موضه زمان في الثمانينات قوي، كانت موضه. فعلا. لا، وهي اصلها متاخده كمان من العصر الاليزابيثي. بالظبط. ايوه. بالظبط، هي كل حد ده الازرق حلو. بالظبط، الترو بلو ده مسيطر الشيء في الشتاء. تمام. واللون ده مش يعني الاصفر، مش الاصفر الصريح يعني، نقدر نقول عليه كده، هو بين الاصفر والاخضر الفاتح قوي. طبعا هنلاقي ان البوتس لسه موجود. الاورنج موجود. هنلاقي البوتس طالعين موضه بشكل الطوال كبير. مش الشوتس، الطوال اللي فوق الركبه. وبعدين بنلاقي كمان ان الموضوع ما بقاش كاجوال بس، لا بقى دلوقتي سواري. بقى سواري كمان بتلبس على فستان. اهو اللي انت بتقول عليه. بالظبط. الكعب الرفيع بتاع البوتس تقريبا يعني بقى احسن الكعب العريض. بالظبط، بقى الكعب اعرض شويه. البوتس حلو قوي الاوتفيت ده. بالظبط طبعا. ده المربعات كمان معانا موضه قوي في فصل الشتاء. المربعات الكبيره بدات ترجع تاني، بقى موضه قوي معانا. وهنلاقي ان في حاجات كتير قوي، في الجاكيتس، في البالتو، في الكيب كمان. الكيب اوكي. طيب يعني تقصد تقول انا اظن ان الاسود اكتر لون بيظبط الجسم، رفيعه وكيرفي وطويله وقصيره، متهيألي كده. ده حقيقي، بس احنا لو لبسنا اسود كل الدريس مثلا اسود، او لو حتى كاجوال اسود من فوق لتحت، ده بيطول اكتر. ده بيدي طول اكتر.
فدايما اللي جسمهم قليل مثلا او قصيرين شويه ممكن بيبداوا ان هم يلبسوا لون واحد او لو حتى عايزين يغيروا في الدرجات ممكن نفس اللون بس درجات مختلفة. الطوال لو عايزين يتفادوا ده شويه يعني انا بشوف ده طول ميزه عامه يعني حاجه كويسه بس في ناس بيبقوا عايزين يبانوا اقل شويه بيبداوا ان هم بيقسموا اللون مثلا بيبداوا يلبسوا من فوق لون ومن تحت لون مختلف اغمق مثلا او العكس فده ممكن يديهم طب الهاي ويست بيطول ولا بيقصر الجوب الهاي ويست الهاي ويست بيطول لان الهاي والبنطلون طبعا بالظبط هو موضه قوي كمان الهاي ويست السنه دي كبنطلون او سكيرت هو بيطول لان هو بيطول الرجلين او الجزء اللي تحت فده بيدي طول اكتر وبيعمل شيب حلو جدا في الجسم جداً. يعني انا بقيتش اقدر البس اي بنطلون لو ويست او الويست بتاعه عادي ده حقيقي لازم يبقى هاي ويست عشان ابقى مرتاحه نفسيا ده حقيقي هو الهاي ويست طالع موضه جدا وبيخلي شكل انا عايز اقول لكم انه طبعا انا عمري ما لبست اللو ويست اصلا عمري يعني ولا خطر في بالي ولا حبيت الموضه وكان يعني خلافات كبيره بيعمل كرش مع انت بقى يا جماعه ارجوكم انت بقى تصميماتك سوري انت جايب لنا صور تصميمات سوري بالظبط صور تصميمات ايه الالوان بقى ايه الوانك الالوان اللي معانا النهارده هو انا عامل ميكس بين الاسود والجولد تمام اهو ده احمر وجولد لا ده كان يمكن ده اول حاجه صممتها كان في مسابقه ايوه كان ده كان السين ده الشغل ده ايه ثيرما ولا طابع عشان انا مش شايفه كويس لا ده تطريز والفستان ساتان تطريز يدوي هاند ميد هو متثبت هاند ميد الله بالظبط حلو قوي ده كان السين بتاع المسابقه ان هم نستوي حاجه من العصر العثماني بما يتناسب برضو مع لا عثماني جدا عشان الكمامه الطويله بما يتناسب برضو مع الحياه العصريه اللي احنا فيها فخدت الزخارف بتاعه العصور العثمانيه او اللي مايله للاسلامي شويه او المايله للعربي شويه تمام وسهل يتقفل وتلبسه واحده محجبه ده ممكن ده ممكن يتقفل تلبسه واحده محجبه طب والصوره اللي بعد كده ايه ده الاسود بقى وده البوتس الطوال بالظبط بالظبط بس البوتس الطوال لازم يبقى الفستان قصير ولا ايه هو ممكن يبقى الفستان قصير او مفتوح او في فستان بيبقى من بعد الهب شويه بيبقى نازل شيفون او تول ممكن او اورجانزا بيبقى شفاف فبيبين البوت فانا هنا اعتمدت على اللون الاسود والجولد في الفاشن شو عامه طيب الصوره اللي بعد كده دي يا مجريل عشان نشوف وشها الله لا بس ده مش نفس الفستان لا ده فستان تاني بس ده في نفس الشو والله الذهبي برضو مع يعني فعلا على طول الذهبي بيدي شياكه قوي واللون الاسود ده يعني ملك دايم ملك السواري بالظبط برضو انا كنت اقصد حاجه زي كده ممكن تبقى شفافه من تحت مثلا تول او شيفون او اورجانزا مثلا تبقى خفيفه ممكن نلبس عليها بوتس او اوكي اللي بعد كده اللايرز اللي عند الوسط دي اللي هي بتتحط دي لو حد مثلا ما عندوش وسط وعايز تعمل له وسط دي بتعرض اكتر صح يعني لو بنت ما عندهاش وسط بتحط لها اللايرز دي هنا بالظبط لو ما عندهاش وسط دي بتدي لو واقفه بس اظن لو نازله شويه بتداري ولا ايه لا هي ممكن لو نازله شويه هيبقى طبعا هيبقى الفوليوم اقل بس كل ما بنوقفها او بنكتر فيها بنعرض فيها بتدي فوليوم اكتر بالظبط شيب اكتر بس كمان بترفع الوسط هي بترفع الوسط بس مش الهب مش الـ الـ الهب يعني هي بتدي مساحه اكبر للهب تمام بس الوسط فعلا يعني عشان بيبقى التركيز شويه على الفوليوم اللي بيبقى في الهب فالوسط بيبقى اقل طيب احنا كنا نفسنا نطول اكتر من كده تمام معاك عشان كان عندنا اسئله اكتر خالد النقيب زميلي في المسرحيه بنشكرك سعيد جدا ان انا معاكم مستنيين الكولكشن الجديد بقى ان شاء الله يعني ان شاء الله ما تنساش تعزمنا على الدفيلة طبعا ده شرف ليا انت وامارات والله ومبسوط جدا ان انا نورتنا يا خالد شرف ليا ربنا يخليك سيداتي انستي سادتي وبكده خلصت حلقتنا ونشوفكم الحلقه الجايه